عليكم. شكرا شكرا للاستضافة. الأعمال الرمضانية مزيانة، علاش مالها؟ أنا بغيت غير نفهم واش العام كامل كيدوزوا الأعمال، كنجيو حتى رمضان وكنقول هذا العمل خايب وهذا ما مزيانش، الأعمال كلها مزيانة، الناس راه كدير واحد المجهود كبير باش توصل واحد المنتوج للمشاهد أو للمغاربة كاملين. وفي الأخر كنبداو لا هذا خايب لا هذا زوين لا هذا مالو لا هذا علاش، ما يمكنش. الأعمال كلها مزيانة، كاع اللي داز في رمضان تبارك الله عليه، واللي داز قبل رمضان واللي داز من بعد رمضان ولا حتى اللي غيدوز دابا، كلهم أعمال مزيانة، ضربوا فيها الناس تمارة، يعني وقفوا سهروا عليها الليل، كتبوا ما خلاو ما داروا باش يوصلوا واحد المنتوج للمشاهد المغربي. هذا كيبقى ديالو، أنا ما نقدرش نحكم عليه، مجموعة كبيرة ديال الناس من ضمنهم المرحومة أمينة رشيد، المرحومة حبيبة مدكوري، أستاذ طيب صديقي، واحد مجموعة ديال الناس، فنفضلك يرجع ليهم ونفضلك يرجع للأساتذة اللي قراوا وليهم. تحية لكم خاصة المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، كنقول لهم شكرا لكم أنكم كتجلسوا تحيدوا واحد الوقت من اوقاتكم وكتجلسوا كتشوفوا فينا او كتفرجوا فينا، بلا بهم ما يمكنش نكونوا. وتحيه خاصه كذلك الناس ديال اكادير. الجديد ديالك؟ الجديد حاليا كاين بعض الاعمال اللي باقي ما تعلنوش عليها، كاين مسلسل، كاين تيليفيلم، كاين اعمال جيده ان شاء الله.